معكم مصطفى من السويد. اليوم راح نحكي بالحلقة الثانية عن BLC. حكينا بالمرة الماضية انه راح ناخذ امثلة عملية للبرمجة بلغة اللادر، وبنشوف نحن هالمثال هون كيف بدنا نحقق اول مثال. المثال الاول مطلوب في حالة ضغط على X1 و X0 يؤدي الى تشغيل المصباح Y0. اذا contact X0 و نحطه جنبه X1، النتيجة هي تشغيل outgoing Y0. منجرب تشغيل، فعلنا البرنامج، لاحظ X1 تم الضغط عليه أعطاني لون أصفر، و X0 أعطاني لون أصفر، والنتيجة Y0 أضاء. إذن تم الأمر، وبالتالي البرمجة كانت بسيطة، X0 و X1. إذن و AND. إذا بدنا نعدل البرنامج في حال X0 و X1 و X2، شو بصير معنا لحتى يؤدي إلى تشغيل المصباح؟ ما رح ناخذ المصباح Y0، رح ناخذ مصباح Y1. Y0 اخترنا انه X1 و X0، ولكن اذا اضفنا لهم X2 يؤدي الى تشغيل مصباح Y1. كيف بدنا نحقق الامر هذا؟ لاحظوا، نقول X0 مرة ثانية و X1 و X2 يؤدي الى تشغيل Y1. منشغل هذا الامر، في عندي X1 و X0 شغال و X2 غير شغال. في حالة الضغط على X2 ادى الى تشغيل Y1، في حال افلات X2 يؤدي الى اطفاء Y1. لذلك نحن قلنا انه الازرار مثل تعطي نبضة، مجرد نبضة صغيرة، مجرد تحرير الضغط عنها يؤدي الى اطفائها، بحاجة الى ذاكرة، لذلك يجب استعمال الذاكرة في المصباح. كيف بنحقق الامر هذا؟ بنوقف البرنامج، بنجي على Y1، بنلغيه ديليت، ونفعل بعد X2. لاحظوا هون ادى للتفعيل لاضافة set Y1. هلأ في حالة تشغيل، نلاحظ X1 شغال، X0 أدى إلى تشغيل المصباح Y0. X2 غير شغال، في عندي X0 و X1 شغال، لكن X2 غير شغال، لذلك بضغط على X2 ونشوف المصباح X1 اشتغل. إذا المصباح Y1 اشتغل. لاحظوا أنا محرر X2 ليه؟ لأني حطيت ذاكرة هي الست. أكيد أنتوا لاحظتوا أنه لما عم أضغط على أي زر من الأزرار هون لتشغيل المصباح، لاحظوا أنا هون ما فيني أطفي هذا الزر أو هذا المصباح لأني ما حطيت ريسيت. أنا لحتى أحط ريسيت أو لحتى أطفي هذا المصباح لازم أحط ريسيت، راح أستعمل الزر الثالث كريسيت. بلغي انا التشغيل، وقف التشغيل، وبحط هون X3، هذا لا يحتاج الى X3 reset Y1. اذا هلا عند التشغيل لاحظوا لما عم اضغط انا البي ال سي عم يشتغل، عم يعطيني N. اذا صار في ادخال معلومات للبي ال سي. اذا تم ادخال معلومة صفر ومعلومة الى المدخل واحد، معلومة المدخل صفر ومعلومة المدخل واحد. في عنا نحن بالبرنامج في حال X0 و X1 يؤدي الى المخرج الى Y0. تم الامر هون X0 و X1 و X2. لاحظوا هون X0 X1 و X2 يؤدي المخرج الى Y1. لاحظنا، ولاحظوا 2 اعطى نبضة و انطفأ.
كيف بدي ألغي أنا الزر هون بلفظة جديدة أو بزر آخر بيعطيه ريسيت؟ لاحظوا إذن الـ PLC كيف يعمل؟ إدخال معلومات متوافقة مع البرمجة يؤدي إلى إخراج نتائج لتشغيل أقسام أخرى. هلأ بدنا ناخذ نحن موضوع أو، يعني في حال الضغط على X1 أو X0 يؤدي إلى تشغيل المصباح Y2. لاحظوا أنا نفس البرنامج X0 بلغي، بطفئ هون من شان ما يعمل معي مشاكل، أو X1. لاحظوا كيف صارت البرمجة بطريقة تانية، X0 أو X1 يؤدي إلى Y0. نلغي هدول، ما عاد لازم لنا حاليا. نشغل البرنامج X0 Y0. احنا قلنا Y2، لا بس النتيجة واحدة، أو X1. إذا هذا أو هذا. في حال ليس، كيف بدنا ناخذ في حال ليس؟ في حال اذا قلنا X0 وليس X1، نلغي X1 ونفعل X0 ونضيف ليس X1. اذا في حال X0 او ليس X1، لاحظوا تم التشغيل مباشرة. ليه؟ لأن X1 مطفأ، يعني في حال تشغيل X0 أو إطفاء X1 يؤدي إلى تشغيل المصباح. إذن في حال تشغيل X0 أو إطفاء X1، ولو شغلنا X0 كمان بضل شغال، ولو شغلنا أو X1 بضل شغال، لأن في حالة أو وليس في حالة و. إذا اخترنا و في حالة X0 وليس X1، إذا في حال تشغيل X0 وإطفاء X1 يؤدي إلى، لاحظوا في حال تشغيل X0، X0 مطفأ وإطفاء X1، X1 مطفأ، إذا يجب تحقق الشرطين، هذا شغال وهذا مطفأ، ولكن لم يتحقق لذلك لاحظ إنه المصباح مطفأ. في حال تشغيل X0 اشتغل، في حال تشغيل X1 اطفئ، لأن لم يتحقق الشرط. في حال تشغيل X0 واطفاء X1، نطفي X1 بيرجع بيشتغل، نشغل X1 بيرجع بيطفي. إذا رح ناخذ مثال جديد، في حال X1 و X0 يؤدي إلى تشغيل Y1، أو في حال الضغط على X2 يؤدي إلى تشغيل Y1. إذا X1 و X0 أو X2، كيف بدنا نحل الموضوع هذا؟ نلغي كل البرمجة ونبدأ من جديد. قلنا X0 و إذا قلنا X0 ونحط عندها، أو X2 وبما إنه X0 أو X1 بنضيف إلها X1. إذا صار عندي X0 و X1 أو X2 يؤدي إلى set Y1. ليش set؟ لأن في عندي X2 يحتاج إلى ذاكرة. بنشغل
وبنشوف انه تم تشغيل المصباح مباشرة، لان اكس صفر واكس واحد بالاساس كانوا شغالين. اذا ضغطت على، لاحظوا انه اكس واي واحد ضل شغال لان في زد. نحن لحتى نقدر نطفي هذا المصباح يجب وضع ريسيت، ونستعمل مثل ما قلنا هذيك المرة اكس ثلاثة كريسيت للمصباح واي واحد. نشغل البرنامج. اذا قلنا اكس واحد واكس صفر يؤدي الى تشغيل البرنامج. لو اطفأتم ما بيطفي البرنامج لان في ذاكرة. سيت اخذ البرنامج، اخذ المصباح، الذاكرة استعمل، الذاكرة دائما بشكل دائم. لاحظوا واحد شغال هون، المخرج عاطي اشارة. اطفاء المصباح يؤدي عن الزر الثالث او اكس اثنين لوحده يؤدي الى تشغيل المصباح. طب شو الحالة الجديدة اللي بدنا ناخدها حاليا؟ في حال الضغط على اكس صفر واكس واحد او اكس اثنين واكس واحد، يعني اكس واحد راح يكون مشترك بين اكس صفر واكس اثنين. كيف بدنا نحل هالموضوع هاد؟ نوقف البرنامج، ناخد اكس واحد ديليت، نحط اكس واحد خارج اكس صفر واكس اثنين، بنقول اكس واحد. لاحظوا صار عندي اكس صفر واكس واحد او اكس اثنين واكس واحد. تشغيل هالمنظومة هذه اكس صفر واكس واحد ادى الى تشغيل واي واحد ريسيت. لاحظوا ريسيت عنا هي ثلاثة. ليش ما طفى؟ لان هدول شغالين، بدنا نطفيهم ثم نضغط على ريسيت. او اكس اثنين و اكس واحد، اذا اكس اثنين هالمرة لوحده لا يعمل، بحاجة الى ماذا؟ الى اكس واحد و اكس اثنين يعمل ريسيت. اكس ثلاثة يعمل، لماذا؟ لأن التشغيل لا يكفي اكس واحد، يجب أن يكون اكس اثنين معه. في حالة اكس واحد واكس صفر يختلف الوضع لأن دائما عاطي نبضة. أما في حال اكس واحد واكس اثنين، لاحظوا النبضة، لاحظوا هنا أنا ما حررت زر الفارة، لاحظوا هون اثنين مجرد حرر زر الفارة اختفي، وبالتالي فيني انا مجرد اطفاء هون يختفي. رح ناخذ مثال جديد حاليا. في حال اكس واحد واكس صفر يؤدي الى تشغيل اكس واي وصفر، وفي حال اكس اثنين او اكس ثلاثة يؤدي الى تشغيل واي واحد. نلغي كل البرمجة بالضغط بتفعيل الخط والضغط على زر ديليت. في حال اكس صفر و اكس واحد يؤدي الى تشغيل واي صفر. في الحالة الثانية اكس اثنين او اكس ثلاثة، لاحظوا فعلت اكس اثنين او اكس ثلاثة يؤدي الى تشغيل واي واحد. نجرب البرنامج. اكس واحد واكس صفر يؤدي الى تشغيل واي صفر. اكس اثنين او اكس ثلاثة نحن قلنا يؤدي الى تشغيل واي واحد. في الحلقة القادمة ان شاء الله رح ناخد امثلة من نوع اخر، بمعنى امثلة عن المكابس
والصمامات كيف نتحكم بالمكبس. لاحظوا مكبس احادي ومكبس ثنائي، كيف بدنا نتحكم فيهم وكيف بدنا نتعامل معهم بحيث حركات مختلفة كلاهما. بشوفكم بالحلقة الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بهالحلقة هيدي إن شاء الله. الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.